événement تحت اسم نجحتي. C'est pour la première fois, c'est notre première édition. شعارنا اللي هو بسيط ونورمال. C'est question أنه نصدح كينا القرية. يعني أنا بسبب غنضحكو سلمة، ما غنضحكو غنقرأ وغيوصل له ميساج. والميساج ديالي هو كلير ونات بور أي بيرسون كيسمعنينا بور لا بروميييغ فوا. حنا أون فا سا. C'est pas pour seulement du coup, mais pour un annonce loi de c'est tellement bref ou c'est là, ou un qui pas tu peux le tu peux l'arriver. Pourquoi pas, ou tu peux l'arriver. حنا حاضرين في سبيكتاكل ديال نجحتي وسط الضحك الى القرايه. اليوم الحمد لله لعبت الباساج ديالي داز مزيان وسط الجمهور. واحد النوع ديال الجمهور كان اليوم ديال لي جون ديال الدراري تيقراو ما بين السيزيام والبكالوريا. حاولت ما امكن نلعب في السكيتش نوصل لهم ديك الافكار اللي عندها علاقه بالقرايه ونكون قريب منهم. والحمد لله داز الباساج رائع واكثر من رائع. بالنسبه لي انايا توقفت مع فرقه ايموراجي بعد ما دوزت معاهم 7 سنين ديال الشغال. صراحه استفدت منهم بزاف، خدمت معاهم، تعلمنا بزاف د الحوايج خصوصا في الخشبه بالنسبه من الطريقه ديال الكتابه ديال لي سكيتش اللعب بزاف د الحوايج. ودابا وصلت لواحد المرحله صراحه اللي بغيت نخدم براسي شويه. والحمد لله دابا رانا خدام مع الدراري، كنوجدوا السبيكتاكل ديالي ان شاء الله اللي غيكون مباشره مورا هذا العرض هذا، وخدامي على دي بروجي اخرين بحال علاقه عندهم علاقه بلي سيت كوم وبكتابه ديال الافلام. فرصه اننا رجعنا شويه للطفوله، هي ما كنا كنقراو غير هو كاين فرق كبير الوقت فاش كنا كنقراو كنا كنقراو مع الاستاذ ولا في السوايع الاضافيه. ولكن اليوم حنا شنو درنا، درنا حفل وسط من النشاط كما كنقولوا، وسط من الضحك كاين القرايه. جمعنا مجموعه ديال التلاميذ اللي عطيناهم الدعوه ولباو الدعوه وحضروا معنا اليوم، اننا بارطاجينا معهم انكم الا بغيتي تستافد جي مرحبا بك. ولقينا توافد كبير ديال الناس اللي راكم شفتوهم معنا، الناس جايه باغا تستافد. يعني مش هذيك الفكره اللي كيقول لك بنادم لا رد حتى واحد بنادم ما بقاش باغي يقرا بنادم، لا بالعكس، لانه دابا كاين الاضرابات بزاف وتجاوب ديال التلاميذ انه كيقول انا ما الذنب ديالي خصني نجي نستافد. الوغ حنا كانت فرصه لنا اننا وفرنا هذا ليفينمون هذه اللي جاوا فيها الناس وكيحضروا بعض ليكور اللي ممكن غابوا عليهم في هذه الفتره ديال الاضرابات، حاولنا نرجعوها معاهم. ووسط من هذا الشيء خلقنا لهم جو باش تجيب واحد تجلسوا 3 سوايع تبقى غير كتهضر معاه ممكن يوقع ليه ان بلوكاج. حنا جبنا لهم دي كوميديان اللي معروفين معنا في المغرب الحمد لله وعلى الشاشه المغربيه، درنا شويه ديال التنشيط مره كنعطيوهم حاجه وكنرجعوا معاهم للقرايه، كنعطيوهم حاجه وكنرجعوا معاهم للقرايه. هذا الشيء هو اللي خلى ذاك التجاوب ديالهم معنا يمشي زوين، على عكس ديال ان نجيب واحد وتبقى عليه غير بالقرايه القرايه راهي تبلوكا. وهذه حاجه اللي ما بغيناش. حنا تحت شعار نجحتي وسط الضحك كاين القرايه. وحنا الهدف ديالنا هو مثلا حنا درناها لصحاب الجهوي وصحاب الباك لانهم اللي متبوعين بالامتحانات، لانه ما كيعرفوش اضراب ولا ماشي اضراب، امتحان يعني واش استفدتي ولا ما استفدتيش. حنا حاولنا نوفروا جزء من الاستفاده، هذا هو اللي كاين.